أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة رياضية جديدة من الحصاد الرياضي من القدس دوت كوم. تشاهدون في هذا الحصاد رونالدو الأفضل بين اللاعبين ويوب هانكس الأفضل بين المدربين. برشلونة وأتلتيكو مدريد يحتكمان للتعادل السلبي وريال مدريد يقلص الفارق. في إنجلترا أرسنال يستعيد الصدارة بعد فوزه على أستون فيلا بهدفين لهدف. في الأخبار مانشستر سيتي يخسر جهود لاعبه سمير نصري وبالوتيلي يستعرض مهاراته بالقفازات. أهلا بكم. أهلا بكم من جديد. توج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2013. رونالدو الذي فاز باللقب في العام 2008 حصل عليه للمرة الثانية في تاريخه، متفوقا على الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي فرانك ريبيري. من اللاعبين إلى المدربين، توج مدرب بايرن ميونخ المعتزل يوب هانكس بجائزة أفضل مدرب لعام 2013، وتفوق هانس على الألماني الآخر يورغن كلوب المدير الفني لبروسيا دورتموند الألماني، والمعتزل السير أليك فيرغسون المدرب السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي. يوب هانكس. إلى جولة في الملاعب الأوروبية مشاهدينا، نبدأ من إسبانيا حيث انتهت قمة ملعب بسنتي كالديرون بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة بالتعادل السلبي، وبهذا التعادل وصل الفريقان صدارتهم للدوري برصيد 50 نقطة. أكبر المستفيدين من الأسبوع 19 كان ريال مدريد والذي تمكن من الفوز بصعوبة على إسبانيول بهدف نظيف حمل توقيع مدافعه بيبي، وبهذا الفوز قلص ريال مدريد الفارق إلى 3 نقاط مع الصدارة بعدما رفع رصيده إلى 47 نقطة. إلى إنجلترا مشاهدينا، حيث استمرت الإثارة بين فرق الصدارة في الدوري الإنجليزي، وضمن الأسبوع 21 استعاد أرسنال الصدارة بعد فوزه على أستون فيلا بهدفين لواحد، وتمكن أرسنال من الفوز بعدما قاده اللاعب جاك ويلشر وإليفر جيرو لتحقيق الفوز بهدفين في الشوط الأول. وبنتيكي يطير أمامنا هنا ويسجل في هذه اللحظات في الدقيقة 75. وفي أبرز نتائج الأسبوع 21، تمكن مانشستر سيتي من الفوز على نيوكاسل بهدفين دون رد. ليفربول تمكن من تحقيق فوز كبير وصعب في نفس الوقت بعدما تجاوز ستوك سيتي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة. ومن جانبه واصل المدرب جوزيه مورينيو قيادة تشيلسي لتحقيق الانتصارات بعدما تمكن من الفوز على هال سيتي بهدفين دون رد. ومع انتهاء الأسبوع 21 تربع أرسنال على الصدارة برصيد 48 نقطة بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي الذي رفع رصيده إلى 47 نقطة، فيما جاء تشيلسي في المركز الثالث برصيد 46 نقطة. إلى إيطاليا مشاهدينا، وضمن الأسبوع 19 وصل فريق السيد العجوز يوفنتوس التحليق في الصدارة بعدما حقق فوزا مهما على حساب كالياري بأربعة أهداف مقابل هدف واحد. الهدف الرابع لليوفنتوس. من جانبه واصل روما ملاحقة يوفنتوس في الصدارة وتفوق على جنوى برباعية نظيفة. من جانبه حقق فريق ساسولو الصاعد حديثا مفاجأة من العيار الثقيل بعدما تفوق على ميلان بأربعة أهداف مقابل ثلاثة. ومع انتهاء مباريات الأسبوع 19 وصل يوفنتوس التحليق في الصدارة برصيد 52 نقطة بفارق 8 نقاط عن روما الذي رفع رصيده إلى 44 نقطة. ميلان يقلص الفارق.
في الأخبار مشاهدينا، أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي غياب لاعبه الفرنسي سمير نصري عن الملاعب لمدة شهرين بعد تعرضه لإصابة في الركبة. وأصيب لاعب الوسط الفرنسي في مباراة فريقه أمام نيوكاسل ضمن الأسبوع 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. نجم كرة مهما كان اسمه يغادر بهذه الطريقة. أخيرا مشاهدينا، التقطت عدسات الكاميرا المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي وهو يستعرض مهاراته خلال تدريب فريقه ميلان، ولكن ليس بكرة القدم بل بقفازات اليدين. لنتابع مهارات اللاعب. بمهارات اللاعب المشاكس التي نتمنى أن نراها في الميدان حتى يفيق ميلان من خسائره المتتالية، نصل وإياكم مشاهدينا إلى نهاية الحصاد الرياضي لهذا الأسبوع. نلقاكم الأسبوع القادم مع أخبار وأهداف جديدة. تحية طيبة وإلى اللقاء.